طيب نروح لاخبار نادي الزمالك. موقف احمد دويدار. دويدار كان من كام يوم كان قاعد مع كابتن اسماعيل يوسف ومع السيد احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره، وكان اتكلم معاهم في جزئيات ليها علاقه بالرحيل. ودويدار يعني عنده علاقه كويسه بنادي الزمالك يعني، وكان عرض هو اللاعب عرض التنازل عن مستحقاته اللي هي مقدره بمليون و750 الف جنيه، ونادي الزمالك في المقابل متمسك بيه، متمسك انه يبقى موجود لان هو مدافع من المدافعين اللي بيلجأ اليهم نادي الزمالك، وعلى فكره بيبقى حاضر ويلجأ اليه منتخب مصر، وعلى فكره بيبقى حاضر. هو يعني اللعيبه اللي هي عندهم نسبه الرجوله عاليه قوي في ارض الملعب، وبيعرف كمان يحسن من ادائه. يعني في اوقات ممكن يبقى على الدكه مش موجود، وفجاه مره واحده تلاقيه بيتم الدفع بيه في ماتش من الماتشات، واقف على رجله واقف على حيله. فالموقف النهائي انه نادي الزمالك متمسك بيه، وهو اللاعب عايز يبقى عنده فرصه للمشاركه. ومن خلال ايام برضو الموضوع هيتضح اكتر. ابراهيم صلاح جدد عقده مع نادي الزمالك لمده 3 سنين على بياض، وده مش غريب على ابراهيم الحقيقه، ولا غريب على تقديره وحبه لنادي الزمالك. القصه بقى كلها في مايوكا بقى دلوقتي. مايوكا نادي الزمالك عايز يبيعه، ووكيله الذنبي زي ما كنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده، احنا كنا فتحنا الموضوع ده، وكيله الذنبي اللي هو يوناني الجنسيه، وكيل المهاجم الذنبي مايوكا اللي هو يوناني الجنسيه، جه القاهره وكان موجود النهارده في نادي الزمالك، واجتمع مع الناس في نادي الزمالك علشان يحصل فسخ لعقد اللاعب بالتراضي، عشان نادي الزمالك مش ناقصه يعني، هي العمليه مش ناقصه شكاوى، وشكاوى كلها حسب عليها نادي الزمالك او حسب على مشاريبها نادي الزمالك، مش من مجلس الاداره ده، انما من مجالس الاداره السابقه. وبالتالي اذا كان نادي الزمالك عمال بيحل دلوقتي في مشاكل بقى مش بتاعته، اجوجو قبل اجوجو، التفاصيل الكتير اللي احنا كنا اتكلمنا فيها ديت، فهيبقى صعب عليه جدا ان هو يخش في المشكله دي. فنادي الزمالك عايز يخلص موضوع مايوكا، وحيان هو مهاجم كويس يعني، هو مهاجم كويس، بس في حاجه مش مظبوط يعني، في حاجه مش مظبوطه يعني، وزنه بيزيد قوي، بياخد فرص احيانا يبقى قدها بعدين يغطس تاني، في حاجه ما تعرفهاش يعني. المهم هنقول لكم الخبرين دولت علشان خاطر ناخد بقى فاصل، وبعد الفاصل كابتننا كابتن رضا عبد العال نجم نادي الاهلي ونجم نادي الزمالك هيكون مشرفنا ومنورنا في الحريف بعد الخبرين دول بسرعه. تقرير الطب الالماني اثبت عدم معاناه علي فتحي من اصابه مزمنه. اللعيب تحت الضغوط نزل بيان، لعيب الموضوع صعب عليه جدا جدا انه كل الناس بتتهم انه عنده اصابه مزمنه انه بطل كوره، فقال انا بحمد ربنا في السراء والضراء، تقدم بعظيم الشكر وجزيل الاحترام لسياده المستشار مرتضى منصور الاب اولا ومجلس الاداره بالكامل، واخص بالذكر الاستاذ احمد مرتضى على الاهتمام وسرعه انهاء اجراءات السفر بالعلاج بالمانيا. انا بقول لحضراتكم البيان اللي كتبه اللعيب، قال له ده اللي دعاني لكتابه هذه السطور وكثره الهجوم دون سبب، وادعى انني اعاني من اصابه مزمنه، والله يشهد انني مثلت منتخب مصر في جميع المراحل شباب واولمبي ومنتخب اول، ولم اعاني قط من اي اصابات بالركبه، وان ما حدث هو شكواي من الام بالركبه بعد مباراه الاسماعيلي والزمالك بدايه هذا الموسم، واتابعه منتظره في التشخيص ادى لطول فتره العلاج دون نتيجه، وانا لا اتحمل ما حدث، والحمد لله بعد ارسال الفحوصات الطبيه بي الى شتوتغارت الالماني افاد بانه الاصابه بسيطه باذن الله، وسوف اخضع لمنظار يستدعي تواجدي بالمستشفى 3 ايام. انا نسالكم الدعاء وتمنياتي لنادي الزمالك وجمهوره العظيم وادارته ولاعبيه التوفيق والنجاح. اللاعب هيسافر النهارده الفجر الالماني عشان يخضع للكشف الطبي بالمانيا. اخر خبر عندي وبعدين هنروح لاخبارنا العالميه. اختبار طبي بيحدد موقف شيكابالا واستلي من مواجهه الانتاج الحربي، هيخضعوا بكره هما الاثنين شيكابالا واستلي لاختبار طبي عشان يتحدد موقفهم اذا كانوا هيقدروا يشاركوا في المباراه المقبله اللي هي يوم 21 امام الانتاج الحربي.